في كل مجتمع يوجد صمام أمان لكل شيء، مثلا وزارة الصحة يؤمنونك من المرض إن شاء الله، وزارة الداخلية يؤمنونك من الجريمة، وزارة الدفاع يؤمنون الحدود وهكذا. فأي وزارة هي التي تؤمننا من البلاء والكوارث والأوبئة؟ أنت هذه الوزارة. كيف؟ قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لاحظ ما قال وأهلها صالحون، قال وأهلها مصلحون، يعني يصلحون غيرهم. فإذا كان أهل هذه البلدة ينصح بعضهم بعضا في أمور دينهم فإن البلاء عنهم يرتفع. نعم نأخذ بالأسباب الأرضية، نحتاط لأنفسنا، نعالج أنفسنا، نحمي أنفسنا، لكن هذه النصيحة أيضا من الأسباب. ولهذا لما مسخ الله قرية من قرى بني إسرائيل إلى قردة وخنازير عزكم الله كما في سورة المائدة، استثنى الله تعالى مجموعة. قال تعالى: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فمن الأمور التي يمكنك أن تساعدنا بها في رفع البلاء عنا أن تنصح. فإذا نصحت أحدا في الدين فقد ساهمت بجزء من الحماية لمجتمعك. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وإذا الناس تناصحوا فيما بينهم صار الناصح مثل صمام الأمان لأهل البلد، لا نعذب وهو معنا. فلا بد أن نتناصح. ماذا تقصد نتناصح؟ يعني أمر المعروف نهي عن المنكر؟ تريدنا أن نتشاجر مع الناس ونضربهم؟ سبحان ما علاقة الشدة والغلظة بالنصيحة؟ متى قال الله ذلك؟ لماذا أقنعك الشيطان أن النصيحة إذا كانت في الدين لابد أن يرافقها عبوس وصوت عالي وشدة وغلظة؟ بل ربنا سبحانه أمر بعكس ذلك، قال: ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلماذا تضع في ذهنك أشياء غير موجودة ثم تلزمنا بها؟ هذا مثل لو أن والد خطيبتك سألك قال: كيف سنزوجك ابنتنا وأنت سوف تضربها؟ تقول: لن أضرب ابنتك. يقول: لا نعم ستضربها. قلت له: ما الذي يجعلك تظن أني سأضربها؟ سمعت هذا عني يعني؟ قال: لا والله ما سمعنا عنك إلا كل خير، لكن هناك أزواج يضربون زوجاتهم فأنت ستضرب ابنتنا. ما دخلي أنا؟ لماذا تحاكمني على شيء لم أفعله من قبل ولا أنوي فعله أصلا وتلزمني به؟ كذلك هنا يقول لك الشيطان: نصيحة في الدين يعني سوء التعامل. فقط شبهات. لكن السؤال: كيف أجعل نصيحتي مقبولة؟ حقيقة الناس يحبون العطور، وهناك عطران طيبان إذا استعملتهما فسوف يحب الناس نصيحتك. العطر الأول عطر القلب، عطر قلبك قبل النصيحة، لأن القانون الذي لا يتغير أن النصيحة إذا خرجت من القلب فإنها لا تدخل إلا إلى القلب. قانون ثابت لا يتغير ولا يتبدل. اجعل نصيحتك فقط لله، ليس لأجل أن تظهر علمك بالدين ولا لكي تبين أن الأمر الطيب اللي تنصحهم فيه الآن أنت تفعله متمسك به. لا تنصح يعني فقط لكي تعرف بين الناس بأنك صالح ولا لكي يمدحوك ولا لأي شيء آخر، فقط لله، لأن الله يحب منك أن تنصح. إذا فعلت ذلك أحبك الناس. عطر ثاني عطر به لسانك. نعم هناك شيء مهم أثناء النصيحة، تجعل المنصوح يحس، مهم أن تجعل المنصوح يحس أنك تتواضع له، أنك لا تتعالى عليه. هذا خط فاصل يمكن أن يقلب ردة فعل الشخص من سلبية إلى إيجابية. إذا أحس المنصوح أنك تنصحه لأن قلبك عليه، لأنك تحبه، لأنك فقط تريد له الخير، فإنه سيقبل منك. أصلا ليس لديه خيار آخر، لابد أن يقبل منك، الطبيعة البشرية هكذا. طيب كيف أجعل المنصوح يحس بذلك؟ قل له ذلك، قل له: والله ما أريد لك إلا الخير، أنت قد تكون أفضل مني، أنا أحب لك ما أحب لنفسي، أنت عزيز وغال. وابتسم، ابتسامة هي تصنع المعجزات أصلا. مرة المرات كان هناك مجموعة من الشباب يلعبون كرة القدم في ساحة، وقد أذن المغرب، فدخل شاب ليس منهم، دخل بثوبه، لم يريد أن يلعب ولا شيء، لكن دخل بثوبه وظاهره التدين، دخل يمشي في وسط الملعب يريد أن ينصحهم بالصلاة. طبعا توقف اللعب وهو لا يزال يمشي ولم يصل إليهم، فغضب الشباب الذين كانوا يلعبون لأن اللعب توقف، واتفقوا فيما بينهم أنه إذا وصل إليهم فإنهم سيضربونه ضرب. وهو يمشي قادم إليه
فلما وصل إليهم قالوا سحرنا بكلام طيب وابتسامة ودعاء، وطلب منهم أن يرافقوه للمسجد. يقولوا والله أسر قلوبنا ما استطعنا إلا أن نمشي معه للمسجد. الدعوة وحسن التعامل فن، وأنت أفضل من يتقن هذا الفن. أهم شيء أن لا تترك نصف من حولك، فنصيحتك تحمي مجتمعنا كله، تحمينا جميعا. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. النصيحة لا تتطلب منك أن تفعل شيئا خارقا، حتى لو قلت لهم عن صلاتك أو قلت لا تغتاب أو دعوت لأحد بالخير ووجهته إلى خير.